أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السهرة الكرام البررة. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ما يكرمك السيد. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
قل يا السماوات والأرض قل يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا سبحانك يا رب ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا قل فانتظروا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في
شك من ديني ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ولكن أعبد الله الذي يتوفى ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك
شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو
فلا رد لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور فلا كاشف له إلا هو يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله قل يا أيها الناس
قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Amen.
ألف لا كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم وهو خير الحاكمين لا تعبدوا إلا الله ألا
فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراش الكبرى إدارة محلات الحاج محمود البيئلي المقيم بمدينة كفر صقر. خدمة فندقية ممتازة إدارة الأستاذ ياسر محمد عبد الجواد والأستاذ محمد حسين عبد الجواد المقيمان ببرقين مركز السنبلاوين بمحافظة تقالية.